مشاهدينا برحب فيكم عن جديد في هذه القراءة المتواصلة للمستجدات السياسية على وقع الحركة الاحتجاجية. ضيف جديد معي في الاستوديو الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ زياد شويري، أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني طبعا نحن قدام مرحلة جديدة، نحن قدام تظاهرات يمكن غير مسبوقة ببعد. قبل ما أدخل بتفاصيل الحكومة وأيضا الانتخابات النيابية وكل الدعوات، بدي توصيفك للمشهد اليوم. من دون شك يعني اللي حصل بلبنان متوقع، يعني هذا الكلام إذا بتتابعي حتى فريق السلطة بكثير من المراحل كانوا عارفين أنه واصلين لأزمة كبيرة قد تتطور وتصل إلى الشارع. بالنتيجة الناس وقت الجوع ما ممكن تسكت، ونحن وصلنا دقينا بلقمة عيش المواطنين. هذه الأزمة تفاقمت بالمرحلة السابقة ووصلت إلى حد أنه بتشعري وكأنه ما في ولا آلية ولا رغبة. نعم، أنا بدي أذكر أنه رئيسة الجمهورية قبل قليل صدر عن الرئيس عون يقوم بالجهود اللازمة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة، وذلك بهدف تسهيل هذه الاستشارات. يعني هذا يعني ردا على البطء في عملية الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة. صحيح، لكن استكمالا نحن نعرف أنه وصلنا لمرحلة ما ممكن بقى التغاضي عنها. هلا هيدي الثمن اللي بندفعه دائما بحكومات الوحده الوطنيه. نحن بنعرف انه حكومه وحده وطنيه يعني فيها من كل الافرقاء، يعني فيها مناكفات في الداخل وفيها صراعات وفيها كثير من الامور اللي بتؤدي الى حد ما الى شلل العمل الحكومي. وما في مقابله معارضه قويه متوازنه يعني تشكل ضغط. يعني طبعا يعني الوفاق الوطني اساسي ولكن ليس على حساب العمل الحكومي. نحن انا بعتقد انه ان الاوان يعني بمرحله من المراحل صار لازم يعني الجميع يتحمل مسؤولية ونوصل لمرحلة يكون فيها حكومة من الأكثرية. يعني تعتبر أن نموذج الحكومة الوحدة الوطنية هو نموذج فاشل لمقاربة القضايا الحياتية والمعيشية؟ مش بس اليوم، نحن إذا بدنا نبلش يعني بدنا نرجع على اتفاق الطائف منذ البداية. اتفاق الطائف كلنا بنعرف أنه أخذ من صلاحيات رئاسة الجمهورية ليضعها في مجلس الوزراء مجتمعاً، كون مجلس الوزراء هو يمثل هذه حكومة الوفاق الوطني، كون يمثل جميع الطوائف والأحزاب والقوى السياسية، وبالتالي يكون في شراكة في الحكم. وقت وصلنا للتطبيق اكتشفنا أنه هذا الأمر غير قابل للتطبيق لعدة اعتبارات. أول شيء الطائف أفرز نظام من ثلاث رؤوس، يعني ما في نظام الرأس الواحد مثل ما مفروض يكون بأي ديمقراطية. وقت نقول الرأس الواحد مش عم نحكي نحن ديكتاتورية، بالنتيجة نحن نظام برلماني ديمقراطي، ولكن هذا لا يعني أنه يكون في لا مركزية في القرار السياسي. عندنا نحن لا مركزية، تعدد مواقع القرار السياسي، وبالتالي هذا يؤدي إلى تعطيل. فوقت يحلوا المشكلة بوقتها فاتوا بلعبة المحاصصة الطائفية اللي بدأت بعد الطائف وما زالت مستمرة. كان في رعاية بمرحلة من المراحل، الرعاية السورية، ونحن كان هذا النظام صحيح. أثبت أنه ما عنده ضوابط ذاتية، يعني كنا إذا اختلفنا تجي الحلول من برا دايما. وقت يصير في خلاف وتعطيل للقرار السياسي أو تعطيل للبلد أو تعطيل للحكومة أو تشكيل حكومة كان تجي الحل من الخارج. ولكن اليوم بطل في هذه الوصاية. اليوم صار في شلل ما بنكون عم يعني حتى اتفاق الطائف نحن ما طبقناه، يعني حكي عن الغاء الطائفي السياسي ما عملناها غير يعني. قابل للتطبيق. هلا نحكي في امور طبعا يعني فينا نقول حتى هذا النظام الطائفي اللي يمكن قد يكون في بعض قليل من الحسنات حولناه، نحن حولناه لمحاصصه طائفيه مش للناس، يعني محاصصة طائفية لأمراء الطوائف اللي هن استأثروا بالقرار السياسي وبالنتيجة جيروا هذا النظام الديمقراطي إلى محاصصة عم نشوف نتائجها وين ما كان. هذا ما أدى إلى الفساد التوافقية اللي ألغت، يعني اللي كانت سبب لك تعطيل القرارات. مش ضد الديمقراطية التوافقية أكيد، ولكن
مش أن تؤدي هذه الديمقراطية إلى تعطيل القرار وإلى تقاسم المغانم، تقاسم الدولة بالنتيجة، وهذا اللي ولد الفساد. الفساد هو مرق اللي تمرق لك، كيف الفساد أمر بده إياه إحدى الرئاسات مقابله بيكون في خدمة من نوع آخر، وهيدا اللي تراكمات عمره 30 سنة مش وليدة اليوم. وصلنا على مأزق، وصلنا لمأزق. الناس توقعوا بعهد جديد بهذا التوافق اللي صار بين الرئاسة الأولى والثانية، وطبعا ينسحب طبعا على الرئاسة الثالثة، والاتفاق الرئاسي اللي حصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري. توقعوا انه في مرحلة جديدة، ولكن اصطدموا طبعا انه كمان هذه الصراعات، وما فينا نلوم. هلا اذا بدنا نحكي عن نوصف الواقع، البعض بيخدنا على اماكن اخرى واتهامات شوي طائفية، ولكن الواقع يقول انه رئيس الدولة عندنا رئيس الجمهورية هذه هي صلاحياته. يعني ولكن اليوم رئيس الجمهورية عنده فريق وزاري كتير كبير، هذا لا يعني كتل معطل، عنده فريق نيابي أكبر كتلة نيابية، شو بيقدروا يعملوا؟ أنت بتعرفي يعني هذا بالحكومة أوكي طرح، بيقدروا كتير يطرحوا مواضيع، بيقدروا كتير يعملوا فاتوا على كتير قرارات. طب كلنا بنعرف أنه فخامة الرئيس قدم ورقة اقتصادية ونوقشت، ليه ما مشي ولا بند من بنوده؟ نعم. شو يعني نوصل لمطرح بالنتيجة في أكثرية في مجلس الوزراء بدها تصوت أوكي، ونحن بنعرف أنه في أمور انطرحت وتعطلت لأنه هذه الأكثرية لم تكن متوفرة. نعم. ومنا كلنا بنعرف قانون رفع الحصانة عن النواب ورفع السرية المصرفية واسترداد المال المنهوب، ما هذا طرح ولكن صح. هذا بمكان ما تم تعطيله. ليش تم تعطيله؟ لأنه الأكثرية غير متوفرة. نعم. وبالتالي دايما في أي نظام ديمقراطي بدك تعطي الشخص اللي بدك تحسبيه بدك تعطيه كامل الصلاحيات وعدة الشغل والإمكانيات، ويا أما بياخذ الصلاحيات. نحن وقت نقول أنه يا جماعة في خلل بهذا النظام بيقولوا لكن بدك تردنا لقبل الحرب. لا، مش بالضرورة نرد لقبل الحرب، ولكن تبين بالممارسة أنه هذا النظام غير قابل للتطبيق. طب وصلنا لحائط مسدود، شو الحل؟ شو بدنا نعمل اليوم؟ نحن الحكومة استقالت، عقد اجتماع جديد، يبدو انه في صعوبة لتشكيل حكومة جديدة لليوم بعد ما سمينا الشخصية الثانية. هلا في ترقيع، فينا نعمل ترقيع. هلا هيدا الشق اللي عم تحكي تفضلي فيه هو الترقيع، فينا نرقع الوضع ونقول هلا يا اما بدنا حكومة برئاسة الرئيس الحريري، نعم، يا اما بدنا حكومة غير سياسية اوكي، لانه تكنوقراط بالكامل رئاسة وأعضاء. لا، ما في انا ما بأمن فيها بصراحة حكومة تكنوقراط. طبعا ما نحن قطعنا التجارب تكنوقراط وشفنا يعني في ناس تكنوقراط ما استرجوا يطلعوا من بيتهم بمراحل. طب ما بنأمن بحكومة يعني تكنوقراط والسياسيين يعني فاسدين، شو نعمل؟ لا انا اكيد اذا بتقولي لي الطرح الاول حكومة اكثرية ومعارضة مؤذية، والاكثرية بتتحمل المسؤولية، والاكثرية اذا فشلت بالنتيجة بنرد القرار للشعب والشعب بيحكم وبيحسبهم بالانتخابات النيابية، هيك الأصول. نعم. في فريق استلم الحكم وعنده كل الصلاحيات كان ياخذ كل الإجراءات اللي لازم ياخدها وما عرف يتصرف، وصلنا لمكان ما هيدا الفريق فشل، الشعب لازم يحاسبه ويجي فريق آخر، وهيك بيكون الوضع. أما أنه نشكل حكومة والتعطيل كل أدوات التعطيل منه وفيها ما رح نوصل لحل. نعم. وكل واحد عنده حساباته، ما نضحك على بعضنا. نحن شفنا مبارح، شفنا حراك على نطاق واسع شمل كل المناطق اللبنانية، وأنا بأكد لك أنه هذا كل المطالب اللي طرحت محقة طبعا، مش هول الشعارات الغوغائية الشارع يعني ما بنمشي فيها، نحن قطعنا فيهم كتير هولي، وشعارات المستنسخة من دول عربية مثل اسقاط النظام، شو بدنا فيهم هولي؟ نحن بقى عم نحكي المطالب الاجتماعية والمعيشية وبما فيها مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب، وحتى يمكن محاسبتهم، مش بس انه والله بدنا نرد المال، في ناس بدهم يتحاسبوا، هن وصلونا لهون. ولسوء الحظ بتشوفي من هذه الرموز الناس بالشارع عم يطالبوا بهالشيء، بس نسيوا انه هن كانوا بالحكم من فترات طويلة.
تنوصل لمكان. هيدي مطالب محقة، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه نحن فينا نعمل انقلاب. الحديث عن انقلاب صار أمر آخر. نحن بنعرف في تركيبة بلبنان، هذه التركيبة لسوء الحظ تركيبة طائفية. أي تعديل في هذه التركيبة في له شروط ضمن الأصول الدستورية، يمكن اللي تتخطى الحدود، وهذا ما قام به الرئيس الحريري، علما أنه بالنسبة لي طبعا ما كان لازم يقوم بهالخطوة. ما كان لازم يستقيل؟ لا طبعا ما لازم يستقيل. شو كان لازم يعمل؟ كان لازم يعدل؟ لا لا، الاستقالة بتكون ضمن حل. لك ما في واحد بعدنا عم بقول لك المطالب كلها محقة، خصوصا مطالب محقة خصوصا لناحية الأمور المعيشية والحياتية. الرئيس الحريري ناطر 13 يوم ما صار في أي حل على المطلب يلي هو طرحه يلي تعديل الحكومة الحالية. أنا بالنسبة لي باليوم 13 مش باليوم الأول. أنا بالنسبة لي استقال وقتها ما كان لازم يستقيل، يعني كان ممكن بالأول، بس الاستقالة يجب أن تكون ضمن حل. لك ما في، أنت شفنا كلنا تبعنا هذا الحراك، كان في مطالب متناقضة، ومن التالي ما في سقف، ما في توجه واحد، ما في مشروع واحد، لأنه ما عندهم قيادة. لا يمكن التجاوب، أنا مع هذه النظرية، لا يمكن التجاوب مع شيء غير واضح. يعني أنا من اللي قالوا أول يوم، طب أوكي الحكومة ما بتسوى الحكومة، مزبوط معهم حق الناس، لازم تروح الحكومة. مش بس شو البديل، راحت الحكومة، نحن منعرف تشكيل الحكومة عنا قديش صعب بلبنان. صحيح. راحت هذه الحكومة، طيب مين قال وسقطت الحكومة ما يجي مطلب تاني تعجيزي أكتر؟ هلأ عم نسمع البعض، إسقاط الرئيس، شو حبيبي إسقاط الرئيس؟ شو أنت جبت الرئيس؟ الرئيس إجا بانتخابات واضحة كيف، وصاحب أكبر كتلة نيابية بمجلس النواب. وكيف إسقاط الرئيس؟ أنت مش عجبك الرئيس، في ناس أكتر منكم موجودين بالبيت عجبهم يمكن الرئيس. هيدي شعارات عم نحكي غوغائية، شعارات لا يمكن أن توصل إلى فتنة، إلا إلى فتنة بالبلد. إذا بده يتحدد سقف. أي ثورة بالعالم، مش الثورة اللي بدها تقوم، في عندها مشروع واضح، طب حددوا السقف. نعم. وعدوا يمكن كل المطالب تتحقق، ويمكن مطالب يكون فيها حوارات أو تتحقق على مراحل. المطلب الثاني اللي هو كان إجراء انتخابات نيابية مبكرة. نعم. وتقصير ولاية هذا المجلس. نعم. كمان تعتبرها مطلب محق؟ يعني اليوم المجلس هو مجلس منتخب شرعي. انتخبوا مين؟ الناس انتخبته. بس بدي أقولك بعد 70% من الموجودين بالشارع، هذا بقى لا تقدير، هم انتخبوا هذا المجلس. يعني وانا ونحن كلنا بنعرف هن انتخبوا، وانا كانوا الاكثر، وانا شاركت اللي ما انتخبت، ما في اكثريه صامته بلبنان حسب يعني نتائج. لا معلش، بقول لك بلبنان بالانتخابات النيابيه شارك 51 او 53% بالحد الاقصى من اللبنانيين، مش معناتها ال 47% هن اكثريه صامته. ليه؟ هن دائما بكل الانظمه الديمقراطيه في ناس فاعلين سياسيا وبيشاركوا بالعمل الاجتماعي والسياسي، وفي ناس ما بيشاركوا. نعم. فبديك تشيلي من هول، مش انه والله هول ناس ما عندهم حدا ومش عاجبهم حدا وقرروا يبقوا بالبيت، في ناس ما بهمهم هذا الموضوع، عندها لا مبالات يعني. طبعا، وهيدي الموجوده بكل دول العالم، وهيدي النسبه قد تصل الى بلبنان يمكن بتوصل اكثر، لانه في ناس قرفوا من السياسه طيله هالمرحله. اوكي، هيدي الفئة ممكن توصل 20% و25% و30% عندهم لا مبالات، واساسا ما عندهم اهتمام لا سياسي ولا شيء، يا اما مرتاحين، يا اما اشغالهم برا، يا اما عندهم اهتمامات اخرى بعائلتهم وبشغلهم ومش فارقه معهم هذا الموضوع. في ناس ما هم فاعلين سياسيا وما هم ناشطين، وبيعتبروا عمليه الانتخابات شغله ما بتهمهم، وفي كلنا حوالينا في هذا النوع من الناس. فبالتالي ما فيك فينا نقول نحن في 51% شاركوا بالانتخابات، اوكي، وفي 20% من المعارضين لهذا النهج السياسي او لهذا النظام السياسي كله. اوكي، يعني حضرتك ضد تقصير ولايه المجلس الحاليه بالنتيجه هذا المجلس؟ بتعرفي انا شاركت بالانتخابات. صحيح. وبنعرف يعني بنعرف خباياها، انا داير 5 عمليات انتخابيه بالسابق يعني، وبعرف كل هالتفاصيل. جزء كبير من الناس اللي كانوا موجودين مثل ما صوتوا ب 100 و200 دولار رح يرجعوا صوتوا ب 100 و200 دولار، ما نضحك على بعضنا. وجزء من الناس الموجودين وشفناه اليوم بالشارع، شارع الرئيس الحريري، ما في قسم منه كان مشارك بهالمظاهرات قبل، بهالحركه، بهالثوره، ما سمي بالثوره، ما كان موجود، وينهم اليوم؟ اليوم عم بيطالب بامر اخر،
يوم عم بيطارد يعني طبعا استقال الحريري اوكي وفي شارعه طبعا يمكن في إعادة انه بيعاود الرئيس الحريري. اول شيء يا دولة الرئيس ما حدا طلب منك تروح يعني، ولكن استجاب لمطلب الشارع مش يعني مزبوط عم بقول لك باليوم 13 ممكن كان بعز الحراك اوكي يكون في هذا التجاوب ضمن حل شامل، بس ما بنترك الموضوع هيك من دون حل. هلا في ازمه كلنا بنعرف انه البعض بيقول حكومة مستقلين، بعض بيقول تكنو سياسية يعني نص بنص. أنا ماني تابع لا ولا حزب ولا عندي انتماء ولا يعني ماني هلا تابع لأي فريق سياسي. أنا مستقل شيء في لبنان؟ حدا مستقل؟ ما في حدا مستقل، بس في نوعا ما في ناس شوي يعني بدي سمي لك مثلا اليوم الوزير زياد بارود في نوع من الحياة. الوزير زياد بارود مستقل بتعتقدي؟ في هامش معين، في هامش معين يعني طبعا فينا نقول شخصيات إلى وزن وإلى مصداقية وعندها خبرة بمجال الشأن العام، أوكي فينا نقول هالكلام، بس ما فينا نقول مستقل. لا يوجد مستقل بلبنان، ما في، مش موجودة هيدي الحالة. وبالتالي فينا نقول حكومة فيها شخصيات وازنة عندها مصداقية، ممكن الناس يعتقدوا أو يؤمنوا أنه ممكن تصلهم لحل، ولكن ما فينا نقول حكومة مستقلة. وبالتالي عودة الرئيس الحريري تعني حكومة فيها سياسيين. الرئيس الحريري بالنتيجة زعيم سياسي، نائب رئيس تيار سياسي، رئيس حزب. نعم. وبالتالي ما يصلح على الرئيس الحريري يصلح على غيره. اذا لا يمكن انه نقول عودة الرئيس الحريري ولكن مع حكومة من غير السياسيين او غير النواب او غير الوزراء السابقين او كذا. طبعا انا بفضل غير نواب وغير وزراء سابقين اكيد، ولكن ما فينا نقول غير سياسية، لانه ما ينطبق على الرئيس الحريري ينطبق على باقي الأحزاب اللي عندها وزن في البلد. إما حكومة غير سياسية وبالتالي بيكونوا كلهم من غير الحزبيين، هذا يعني ما اسمه مستقلين، بس ما نغش الناس ونقول مستقلين، من غير السياسيين الموجودين، من غير الحزبيين، من شخصيات موجودة بالبلد إلى وزنها، بتتشكل حكومة من رئيسها إلى كامل أعضائها من هؤلاء الناس، لا نواب ولا حزبيين ولا من اللي كانوا عم يديروا بالمرحلة السابقة. ولكن ما نغش الناس، هذا ما بيعني انه مش الاحزاب رح تأيدهم او ترجح اسمائهم او تسميهم. نكون واضحين بالنتيجة مين ما بده ياخذوا الثقة هولي؟ من مجلس النواب، الكتل النيابية الموجودة اللي هيدي ربحت الانتخابات وهي بدها تقرر مصير الحكومة، بتاخذ الثقة وما بتاخذ الثقة. صحيح، هذا اذا في احزاب بدها تسمي هول الناس. ما نغش الناس ابدا ونقول لهم جايب لكم ناس من الفضاء يعني. كثير منيح، عم بتكون واقعي، عم تحكي بشكل واقعي. طيب اليوم اذا قلنا مثل ما حضرتك عم بتقول ممكن انه الاحزاب تسميهم، اليوم في شخصيات اعتبرت مستفزه وكمان في معادله بالمقابل، خلينا نقول امور مثل ما هي، انه خروج الوزير، خروج الرئيس الحريري مع الوزير باسيل وعودته تكون مع عوده الوزير باسيل، في المعادله اللي طرحها البعض. هيدي مش قصة طرحها البعض، هيدي الواقعية السياسية اللي بتفرض حالة. بالنتيجة بعدنا عم نقول يعني أنا ماني هون مدافع عن الوزير باسيل يعني، وأنا بالانتخابات ما كنت معه، كنت ضده. صحيح. لا نحكي، ولكن عم نحكي في واقعية سياسية. هيدا الزلمة رئيس أكبر تكتل نيابي أوكي، ورئيس أكبر حزب مسيحي، شو بدي أقول له أنا؟ بس هون انت عم تحطه بذات المرتبة مع الرئاسة الثالثة. ما في ذات يعني المرتبة، عم نحط وزير مرتبة في مع رئاسة في حالة شعبية، ما عم بحطه بذات المرتبة. الحالة الشعبية رفضته، الحالة الشعبية المعارضة رفضته، عنده حالته الشعبية. زلمة كيف اجى يعني؟ زلمة كيف جاب 30 نايب يعني 29 نايب؟ منين جابهم؟ ما في ناس صوتوا له. نعم. اوكي، وهن بعتقد حسب ما بعرف بالاحصائيات انه ثاني اكبر كتله اصوات اخذوها هن بعد حزب الله. اوكي، وبالتالي هيدا كيف جاب هيدي الكتله الاصوات؟ منين جابها؟
اذا في عنده شرعيه شعبيه. اعتراض شعبي كثير كبير، يعني فينا نصم الاذان وما نسمع للاعتراض ونقول عنده بيمثل انه عنده ممثل، ولكن اليوم في اعتراضات كثير عليه. حرين يعترضوا، اللي بده يعترض حرين يعترضوا، ولكن هيدا الشارع مقابله شارع، انه شو لازم؟ لازم ينزل شارع مقابل شارع تيقولوا والله مين اكثر ونعد نفوت بقصه العد؟ هيدي يعني ما نفوت معلش، نحن نزلنا ناس وانا يعني خبير ارض ومظاهرات يعني من قبل 2005 حتى مش 2005 اوكي، ونزلنا وبتعرفي انا كنت نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وكنا مشاركين، وانا كنت من لجنه الخمس احزاب اللي كانوا عم بينظموا كل هذا كل هذا الحراك. نزلنا كل الناس وصاروا يقولوا نزلنا مليون ونص، كذب، كذبنا على الناس. مين بينزل مليون ونص؟ شو الكذبه هيدي؟ شو وقتها كانت الاحزاب عم تدعي، اليوم الناس نزلت من تلقاء نفسها في مظهر ومشهديه مغايره كليا. مزبوط، ولكن هذا لا يعني انه نفوت بلعبه الارقام. بنعرف نحن بلعبه الارقام انه في قوى سياسيه شو قادره تنزل. نعم، ما نفوت بلعبه الارقام ونقعد نتحدى، مثل خبريه يعني الواحد بيرفع شعارات انه بدنا انتخابات نيابيه على لبنان دايره وحده اساس نسبيه. صحيح، هيدا طرح موجود اليوم، طرح موجود نبيه بري ويعني كتلته. انا من اللي طرحوا هذا بالسابق يعني معلش، انا وقت الحزب الديمقراطي انا شخصيا لان انا قدمت مشروع القانون، وقت طرحنا هذا القانون باخر 2001 اول 2002 وقت طرحنا هذا القانون ما كان يعرف حدا بالبلد شو يعني النسبيه، يعني بتوافق على هذا؟ ما كان حدا بيعرف، كانوا النواب الوزراء يقولوا لي شو يعني النسبيه كيف بتصير. اوكي طبعا نحن موافقين طبعا، مش مثل ما نفذوه هن بالقانون الحالي اللي تشوه صوت التفضيل، اللي تشوه تقسم على قياسات البعض وصوت التفضيل الواحد ومطرح الدائره مقسومه على اثنين، بدك تعطي الصوت التفضيلي عندك ما فيك تعطيه مطرح ثاني. هيدا من يعني بتعتبره القانون الموجود لا يؤمن صحه التمثيل حكما، بس انا عم بقول الدائره الوحده، انا بدي اسال المسيحيين هيدي الدائرة وحدة على اساس نسبة؟ وفي البعض طبعا مش فاهمين يعني مش فاهمين شو هو القانون يعني شو بيقصدوا فيه، بس سمعوه وصاروا كلهم عم يرددوا. بتعرف الشارع كيف بيمشي، في هواجس حتى طبعا. عشرة بتوجه ماشيين بتوجه معين ووقف اثنين بيناتهم عم بيصرخوا صوتهم عالي، على قليلة سبعة ثمانية من العشرة رح يهجسوا معهم من نتيجة هذا الشارع خارج القيد الطائفي. انا بدي اسال المسيحيين شو بتجيبوا خارج القيد الطائفي؟ تجمعوا كلهم التيار والقوات وكل القوى السياسيه وسليمان باك وكل الناس تجمعوا مع بعضهم، شو بجيبوا خارج القيد الطائفي؟ يعني في تخوف كثير كبير انه يضيع. مش هيك، ما بنزل شعارات عارفين انه غير قابله للتطبيق، اذا بدكم تمشوا هيك انا ماشي، لكن بنفوت على الغاء الطائفيه السياسيه مع مع توازن، ما بدك تعطي ضمانات حتى ما نقول للطوائف كلها والاقليات تحديدا. اوكي بدك تعطيهم ضمانات، الغير طائفيه سياسيه، لبنان انتخابات على اساس نسبيه دون قيد طائفه فليكن، اوكي؟ بس الخطوه الثالثه ما بدك تعطي ضمانات لهالناس، استعاده صلاحيات رئيس الجمهوريه، خلينا نرجع راس الدوله براس واحد، الطائف افرز دوله بثلاث رؤوس. استاذ زياد عم تيجي تقول اليوم هذا الطائف تبين انه هو جرد رئيس الجمهوريه او قلله من صلاحيات اليوم، لكن عم نرجع نحكي بمؤتمر تاسيسي ساعتها رايحين على مؤتمر تاسيسي اذا بدنا نوصف الطائف نكبر الامور. ايه فيك تقولي، فيك تقولي مؤتمر تاسيسي، فيك تقولي لانه كل الناس وين حقوق المسيحيين اليوم بمؤتمر تاسيسي اذا بدنا نرجع على لعبه العد كمان؟ رح يخسروا كل شيء. ايه رح يعني يعني عندهم ضمانه معنويه اسمها موقع رئيس الجمهوريه، بس شو مصلحتهم؟ مش الناس بدهم دوله مدنيه يا جماعه، من الناس عم بيقولوا بدنا دوله نحن خارج القيد الطائفي، طبعا عم بتحافظي على هول الرئاسات الثلاثه والقصه مفتوحه بادارات الدوله بس الكفاءة. بعد ما تعمل هلا بتقولي لي بادارات الدوله رح يصير 20% مسيحيه و80% من غير المسيحيين، ايه صحيح واقع هيدا، بمجلس النواب قد نصل الى ذات النتيجه، ايه واقع. شو بيكونوا استفادوا؟ طب ما هول اللي بالشارع ما عم بيطالبوا هيك؟ مش عم بيقولوا بدنا ديمقراطية خارج القيد الطائفي؟ نحن عم نقول هاي الديمقراطية خارج القيد الطائفي، عم نصحح هذا النظام اللي فيه خلل بثلاث رؤوس، عم نقول عودة إلى الرأس الواحد اللي بشكل ضمان لهي الأقلية اللي حتكون على 25% بالأخير يمكن، أوكي؟ عم بشكل هذه الضمانة وعم بيستقيم العمل المؤسساتي، مش إنه كل ما تطرح شغلة بتتعطل بمكان آخر. عم نصلح النظام وبذات الوقت عم نعطي الناس مطالبها انه
الدولة وفيها مساواة وعدالة والناس كلها بتتمثل بأحجامها وبكذا، فليكن. نعم. فليكن. ولكن ما فينا نعمل ناخد أمور انتقائية، يعني ما في إجي أقول أنا شلنا الصلاحيات بالسابق من رئيس الجمهورية تنحطه بمجلس وزراء مجتمعا. طب حدا أنا بتحدى أي خبير دستوري يجي يواجهني ويقنعني أنه لم تأخذ هذه الصلاحيات من رئيس الجمهورية وأنيطت برئيس مجلس الوزراء مش بالمجلس ليش الوزراء. رئيس مجلس وزراء الحكومة السابعة كان رئيس مجلس وزراء هو من يحكم ويقرر؟ لحطيك ليش؟ لأنه لو ما كان هذا الواقع كان بيصير في نظام داخلي لمجلس الوزراء، طبعا مش مثل هذا اللي عملوه اللي وزعوه مشي 15 سنة 20 سنة وزعوه مجلس الوزراء قالوا له هذا النظام، نظام داخلي لمجلس الوزراء يقرر بقانون بمجلس النواب ويناقش مجلس النواب. نعم. اللي بيحدد مثل كما هو محدد صلاحيات رئيس الجمهورية اللي 15 يوم إذا ما وقع يعتبر القانون نافذ. اوكي، وبالتالي اذا الراس الاول عنده 15 يوم لازم رئيس الحكومه يكون عنده 10 ايام، لازم الوزير يكون عنده 7 ايام مثلا عم نحكي. اوكي، الامر ولكن مش موجود. رئيس الحكومه ما عنده هو انه اذا وقع على قانون بدون اي سلطات ثانيه بيصير نافذ، وبمجلس وزراء ما له السلطه التقريريه. اي قانون في تصويت بس بده يوضح لك شغله. اي قانون لو صوتت بمجلس وزراء 25 من 30 ايه قادر رئيس الحكومه يحطه بالجرور الى وقت غير محدد، بيقدر يوقفه بيقدر يعطله. هذا الامر منه موجود عند رئيس الجمهوريه. اذا عم نحكي نحن نظام داخلي لمجلس. طب انا بدي اقول لك شغله، كيف منه موجود اليوم؟ قطعنا بتجربه هلا بيقول تعيين الناجحين موجود عند رئيس الجمهوريه وما منه موقع، يعني بيقدر يخليه ما يوقع. عم تقول لي ما بيقدر يخليه ما يوقع. بدي اقول لك شغله، انت بتعرفي بكل الطرق الدستوريه في مكان ما رئيس الجمهورية مقيد ومكبل وصلاحياته محددة. نعم. إنما هذا الأمر لا ينطبق لا على الوزراء ولا على رئيس الوزراء. هذا واضح والكل عارفين هذا الأمر، يعني مش عم نجتهد نحن. وهذا موجود باتفاق الطائف أكيد ما عم نعيش فيه. هذا باتفاق الطائف مش موجود، لأنه مفروض أن تحدد هذه الصلاحيات بنظام داخلي لمجلس وزراء يقر بقانون. الأمر اللي ما تم. أوكي، إذن نحن بدنا نحل المشكلة بنروح لهون. بنروح لهون، نحن عم نقول انه ما فيك انت تقيد بمكان ما وتعطل البلد وتفوت بلعبة المحاصصة. ولكن حضرتك اليوم عم تجي تحصل الأزمة بين صلاحيات وهي أكبر بكتير من أزمة صلاحيات. لأنه لحلك ليه؟ لأنه أنا بعرف أنه رئيس الجمهورية صار مقدم عدة أفكار وعدة مشاريع معطلة. مالك وأنني بعدنا عم نحكي فيهم، رفع الحصانات ورفع السرية ما قدمون الجماعة، ليش وقفوا؟ استاذ زياد انت بتعرف انه قانون بأين لك هذا المشروع هو مقرر من الخمسينات وتعدل بال 99 ولكن لم ينفذ، يعني مش دائما لم ينفذ. هذا من الامور اللي انا وغيري كثير من الناس يعني عم نطالب بتعديله. لا في موجود، بس مين بده يحط كفاله كذا مليون مشان يتشكى على نايب او وزير؟ يعني غير انه لازم تكون حال ما طلع معه حق شو بيصير. مش بس هيك، غير لازم تكوني متضرره يعني حسب. صحيح. وبالتالي لا، هذا الامر بده تعديل. اوكي، هي من الامور التي يجب ان تعدل بالنتيجه، مثل قانون مكافحه الفساد والهيئه اللي بدهم يعملوها لمكافحه الفساد اللي صحيح ردوا رئيس الجمهوريه، عنده ملاحظات، البعض يعتبر انه ليش ردوا هلا، ردوا قبل الحراك بفتره قصيره. بيقولوا ليش ردوا لكن ما بده يكافح الفساد؟ لا، انه رئيس الجمهوريه عنده حق يكون عنده ملاحظات عليه. طبعا عنده اقتراحات قدمها. البعض عم بيقول قدمها لانه تيعطل القانون. كيف تيعطل القانون؟ اذا في امكانيه هذا القانون يمرق بشكل متطور اكثر، ليش ما بدنا يعطي رايه؟ عطي رايه موجود. وهذا من المشاريع اللي يجب انه تمشي هلا بمجلس النواب مع رفع السريه ومع رفع الحصانات ومع قانون. قصدي انا اقول يعني اليوم المنظومه التشريعيه ليست فقط هي ما تعيق تحقيق الاصلاح. بلط هيدا يعني لانه احيانا في قوانين موجوده، يا اما خلينا نصلح التركيبه، يا اما روحوا دائما لحكومات اكثريه واقليه. اللي بيربح الانتخابات اللي بيقدر يامن 51% من النواب بشكل حكومه، والبقية بيبقوا برا، خلصت العمليه. بس يعني ما غيبت صوتهم للبقية بتكون ما غيبت. ما شو هي الديمقراطيه؟ انه نحن بدنا نخترع ديمقراطيتنا الخاصه ونعطل البلد. كثير معقده لانه كثير معقده. يا بدنا نروح
على سميتيه مؤتمر تأسيسي، أنا بقول عقد اجتماعي جديد. أوكي معلش يعني لو في تعديل للدستور، ولكن هذا العقد الاجتماعي بده يكون في قناعة من الكل، بده يكون في قناعة من الكل إنه إيه مزبوط هول في تنازلات بمكان ما لطرف بدك تعطيه ضمانات بمكان آخر، وفي تعطيل للبلد بسبب إنه هذا النظام من راكب. جربناك طيلة هالفترة نظام بثلاث رؤوس وتحولت نظام متعدد الرؤوس، اوقات اكثر من ثلاث رؤوس، يعني حضرتك اوقات في مرجعيات خارجيه، اوقات في مرجعيات اخرى بالبلد الى دورها، اوقات الطوائف الى دورها نفسها. كمان نحن بنعرف المس باي شخصيه سياسيه لو عارفينه انه هيدا ساري تتدخل الدنيا كلها، يعني بيصير محمي من طايفته بتقوم القيامه. وبالتالي هيدي التركيبه الصعبه عندنا، يا اما بدنا نروح لحل جذري مش نرقع. هلا فينا نرقع نقول والله رجع الرئيس الحريري وشكل حكومه وجاب فيها كم شاب حلوين وانبسطوا فيهم الناس، بس انه هذا ترقيع اسمه. رح نرجع نصطدم بمشكله جديده. اذا يا اما بنروح على حكومات اكثريه وتتحمل مسؤوليتها هذه الحكومات وتحاسب من الناس، وطبعا مع اقرار كل القوانين اللي عم نحكي عنها، يا اما بدنا نروح على عقد اجتماعي جديد. في ناس رح يقولوا اوكي اذا الاكثريه بدها هيك تخلينا نعمل هالتنازلات ونعطي ضمانات لهالاقليات، وانه نحن شركاء بالبلد عن قناعه وخلص فليكن. نعم، يوم طرحت رؤيتك اللي هي عقد اجتماعي جديد، ولكن في فريق بالبلد اليوم مسلح هو حزب الله بيعتبر انه هاي التركيبه الحاليه هو عم يتمسك فيها، شفناه يتمسك بالحكومه، يتمسك بالمجلس النيابي، ويعني بالنتيجه هذا الفريق اللي بيعتبر للي بينظر اليوم للحراك على انه قد يستهدف تحت عناوين الفساد. كيف بدك تجي تقول له انا بدي يستهدف مين؟ حزب الله تحت عناوين الفساد؟ حزب الله بمحل معين بيعتقد انه الشارع قد يكون من قبل سفارات معينه باب الاستهداف وتحت عناوين الفساد. مش مزبوط. انا بعتبر انه حزب الله بدا هالحراك. كيف بدا هذا الحراك؟ لانه حزب الله هجم على الاخير بموضوع الفساد وانذر وقال انه الناس رح تحسبنا كلنا، ونقال هالكلام وما رح على القضاء ولا سلم ولا مسلم. بحكي لك شغله، لانه قلت كلمه ما بدنا شو اسمه حزب الله حزب مسلح. نحن بنعرف انه السلاح يعني السلاح هو مش السلاح الفردي، المقاومه توصف شو السلاح. يعني في السلاح اللي بده يستعمل من المقاومه بمواجهه العدو الاسرائيلي اللي هو غير السلاح الفردي اللي موجود في الداخل. اذا عم نحكي عن هذا السلاح يعني لا تقنيا ولا يمكن ان يستعمل في الداخل. استعمل في الداخل لا عم بوصف لك السلاح. ابرز دليل في السلاح الفردي. نعم معلش وانا ماني خبير سلاح، بس انه في السلاح الفردي اللي هو الرشاش والفرد والار بي جي وهول. طب هيدا شق اوكي، ولكن في السلاح اللي يستعمل، خلينا نفصل هذا السلاح اللي يستعمل ضد اسرائيل. نعم. السلاح بالداخل اذا هيدا قصدك فيه اللي استعمل، هيدا كلهم عندهم اياه. كلهم عندهم اياه. وفينا نسال الكل، واسالوا المخابرات الاجهزه الامنيه بلبنان وبيعرفوا اماكنها وبيعرفوا كل واحد قديش مسلح، كلهم من دون استثناء. اوعى حدا ولا حزب يجي يقول انا ما عندي. كلنا بنعرف انه كلهم عندهم اياه. ومن هيك عم نقول نحن ما بدنا المقاربه لا تجوز يعني المقارنه. طب شو بدي اعمل لك اذا عددهم هالقد جماعه؟ شو يعني بدنا نقتلهم لانه عددهم كثير؟ ما هو اللي بيشكلوا هذا الحجم من الراي العام بالطائفه الشيعيه، شو بنقدر نعمل نحن؟ هيدي معادله موجوده. بس هن عم يقولوا لك نحن الطرف الاقوى في الطرف الاقوى. ولما كمان المرشد الاعلى للجمهوريه كمان خامنئي بيقول انه في تظاهرات بالعراق وبلبنان، نحن هون كمان القائد سليماني عرفنا كيف نتعامل معه، فشوفوا كيف بدكم تتعاملوا معه، لانه هذه الاضطرابات يعني قد تكون أنا ما مثل ما قلنا مدخل. انا كلبناني كلبناني اذا انا عم بشتغل وطنيا وبدي احسن الوضع الداخلي تبعنا، انا ما لي علاقه بالخارج. نحن سمعنا كثير اشياء بالخارج، سمعنا من ايران مثل ما تفضلتي، بس سمعنا من غيره اوكي، وسمعنا من كل الاطراف السياسيه. اذا ما نفوت بهذا المجال
كل واحد عنده دينة لبرا وفي كثير عندهم ارتباطات خارجية، ما فينا نحدد هذا الموضوع بطرف لبناني معين. نحن عم نقول باللعبة الداخلية، باللعبة الداخلية واضحة التركيبة كيف. إذا يا أما بدنا نروح على حل جذري، ما نرجع نفوت بهالتعطيل ونقدر نحن نعمل إصلاح حقيقي بالبلد، يا أما بدنا نروح على ترقيع. نعم. ولكن على القليل الترقيع نعمله بشكل مقبول، روحوا على حكومات أكثرية، خلي هذا الشارع يعرف مين بده يستهدف بالأخير. طيب روحوا على حكومات أكثرية، إذا رئيس الجمهورية مع الأكثرية اختاروا رئيس حكومة وشكلوا أكثرية وأخطأوا، صار استهداف رئيس الجمهورية والحكومة حق للشعب. واضحة الفكرة. إنما هلا ما فيك تستهدف لا رئيس الجمهورية ولا تقولوا بدي طير رئيس بري ومجلس النواب، ما هول جيبوهم بالناس بأصواتهم، مين قالكم إنه هول الناس سحبوا الثقة منهم؟ وأنا بقول لك شغلة، خلت تصير انتخابات مبكرة هلا. هلا اليوم خلت تصير انتخابات. أي قانون؟ رجعنا للماضي لذاته. القانون اللي بدهم إياه. القانون السابق اللي كنا أجريت عليه الانتخابات 2018، او قانون هلا اذا بنفوت بقانون لبنان دائره واحده، حتى لو مش خارج القيد الطائفي، على اساس طائفه لبنان دائره واحده على اساس نسبه. هذا الطرح ما توافق عليه. لا بلش تناقش ولكن ما اقر. هذا الشارع عم يطالب فيه كمان. هذا اذا رحنا على هذا القانون، شو بتعتقدي انت النتيجه؟ النتيجة انه جزء بيضيع بالكل. يعني هول الشباب تبع الحراك شو بيعملوا؟ مين بيربح هذه الانتخابات؟ ما روحوا شوفوا الاستطلاعات وشوفوا الارقام وشوفوا الواقع على الارض، ما نفوت بامور منا قد رافعين شعاراتها. يعني معلش خليني اقول لك شغله، بتعرفي بمصر اعطيت هذا المثل بالسابق، يمكن بمصر صار في ثوره وانقلاب وأطاحوا بالرئيس حسني مبارك. كانوا الإخوان بمصر حسب الأرقام الأمريكية بشكله 18% من المصريين، فاتوا على انتخابات نيابية، 18% صاروا فازت بالانتخابات النيابية. كيف؟ عقيدة، تنظيم، مال. إذن 18% قدرت تسيطر على قرار 82%، وشفنا وين صار. ولكن بعدين سقط مرسي ورفض المصريين. امر اخر، بس عم بقول لك انا هذا المثل انه هيدي حاله صارت. توصلك للحراك، الحراك من دون شك بالايام الثلاثه الاولى مش 90%، يمكن 95% نزلوا بعفويه. بعدين صار يقلوا الناس اللي نزلوا بعفويه ويكتروا الناس اللي عندهم حسابات اخرى، يا سياسيه يا اجندات يا مشاريع يا احزاب يا غيرها. طب ليه بدنا نعتبر انه مش كلهم عندهم مطالب محقه؟ حتى الاحزاب، يعني حتى مناصرين الاحزاب ما عندهم مطالب معيشيه. تنوصل لنقطه انه هذا الحراك بالنتيجه 5% المنظمين واللي عندهم امكانيات واللي عندهم مال، لو 5% ستوجه الحراك بالاتجاه اللي بتشوفه مناسب، وهذا اللي حصل بالايام الاخيره. هيدا واقع ما نطلع منه، مش معناتها انه عم نقول ايه شو بدنا بهالناس، مش مزبوط. انا عم بعترف 90% يمكن عفويين الناس ومعن حق، ولكن بالنتيجه شوفوا مين عنده قدره يوجه هذا الحراك. اللي عندهم قدره لو 5% ما عندهم مال وتنظيم والقدرات اللازمه، هن بيوجهوا الحراك مثل ما بدهم، وهذا ما حصل مؤخرا. وشفنا مين سكر الطرقات، وشفنا مين قرر ياخذ قرار بفتح الطرقات. نعرف المعادله السياسيه، وبنعرف مين كان مستلم المواقع ومين كان عم ياخذ القرارات. يعني اذا عم تحكي عن احزاب معينه، هالاحزاب نفت انها تكون هي شو بدي بالنفت؟ معلش في ناس يعني معروفين شخصيا. بعتقد انا الكلام اللي عم بقوله بيعرفوا بيعرفوا مخابرات الجيش مين عم يسكر هالطريق ومين مسؤوله. طب هيدا مشروع باللعبه السياسيه، طريق سياسي مشروع باللعبه السياسيه. نزلتي حضرتك وعائلتك على الطريق، الجيش ومخابرات الجيش كانوا عم يفاوضوا معك شيء؟ كانوا عم يفاوضوا مع اللي بيعرف اذا بقرر يفتح طريق بيفتح الطريق. اوكي. نعم. وهذا الكلام عم بقول لك انا معلومات، يعني انا تكون واضح معك، يا بقول تحليل بقول لك هذا تحليل، يا بقول معلومات تكون واثق منه.
طيب أوكي. بس ما هني جزء، حتى لو عم بتقول احزاب معينه هني جزء كانوا من الحراك، جزء يمكن كثير بسيط، كان في جزء ثاني، وحضرتك عم بتقول كان في جزء ثاني هول ما حدا ما بيأتمروا بامر حدا، نزلوا من تلقاء نفسهم. بس مين بيوجه بالنتيجه؟ مين بيوجه؟ مين بحط تقليك غير ال 5%؟ يعني في ال 5% وفي ثلاث تلفزيونات ظهرهم، هول اللي بيوجهوا الحراك. من هيك انا طب هو سألك عم تنقل الصورة، عم تسمع وقتها بدنا نحكي بامور اللي عم نحكي فيها بمكافحة الفساد وبكذا، انا طلبت اصلا وبرجع بكرر اوكي برفع السرية المصرفية عن وسائل الاعلام اللبنانية ومالكيها، هي بالدرجة الأولى، لأنه هول بالنسبة لإلي كمواطن لبناني عايش كل هالفترات. انتبه، هول المحطات التلفزيونية احيانا كانوا معي بالسياسة، احيانا كانوا ضدي، انا حكيت هذا الكلام بكل المراحل. يجب رفع السرية المصرفية عن وسائل الاعلام اللبنانية ومالكيها والتحقق من مصادر هذه الاموال. مثل كأنك عم بتقول اليوم، وبتعرفيني انا اعلامي، واعلامي مش من هلا، انا اعلامي من 29 سنة، وانا داير اكثر محطه تلفزيونيه، وانا بعرف ما كرمال هيك لانك عم بتقول مصادر الاموال يعني مدفوعه هذه التغطيه. انا عم بحكي اليوم هلا، انا عم بحكي بالمجمل، نحن بدنا نصلح البلد. ما بجوز بعد في شغله ثانيه بطالب فيها، مش بس تطبيق قانون الاعلام وتعديله لجهه انه ممنوع بشكل قاطع انه اي شخص مع عائلته وقرايبينه واولاد عمه واولاد خالاته وكل هول يكون مالك اكثر من 20%، والتحقق 20% من الوسيله الاعلاميه. نعم. والتحقق انه هيدا الشخص، لانه بحطوا لك اوقات موظف عندك بحطه بيعطيه 5% بالوسيله الاعلاميه، او ابن خاله بيعطيه 5%، التحقق انه هيدا شو 5%؟ اي وسيله اعلاميه اذا بدات تتحرك نفقاتها الشهريه تصل الى الحد الادنى مليونين دولار. اوكي؟ طب هيدا اللي عنده 10% يعني، وبتعرفي وسائل الاعلام عم تخسر. يعني صحيح. بده يكون عنده 10% مصادر تمويل اخرى، بده يكون ثروته بين يعني بين البنك والعقارات والممتلكات اللي عنده تفوق 30 مليون دولار بحد ادنى. نعم. تفوق بارقام يعني. اوكي، وبالتالي يجب التحقق من هذا الموضوع. لا، ما بجوز انا قاعد ببيتي عندي وسيله اعلاميه اليوم الهدف السياسي تبعي باتجاه معين اخرب البلد لانه انا هيك قررت. انا وقاعد عم بشرب كاس عشيه اخذت قرار معين وانت قررت تاني نهار خربت البلد، ما بجوز. ولكن هني عم بغطوا الصوره، ما عم بيصنعوا الصوره. لا لا معلش، نحن بنعرف يعني الصوره موجوده. انا زملاء لي وبعرفهم كلهم يعني، واكثريتهم بعرفهم. لا، في ناس كانوا عم بيديروا الحراك، معلش في ناس عم بيديروا الحراك بوسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيونات، مش بس ما بيكتفوا على التلفزيونات انه يوجهوه، بيصيروا على وسائل التواصل الاجتماعي كمان عم بيكفوا، عم بيديروا الحراك. لا، هيدا امر معروف وعم نقشعه، كل اللبنانيين عم يقشعوه يعني، عم يلمسوه. في ناس عم تعمل نجوميه كمان. لا طبعا، هلا مش عم نحكي عن الممثلين، مش عم نحكي عن الممثلين يعني، وهيدا يمكن مش ممثلين، يمكن طامحين لدور بالانتخابات النيابيه المقبله. لا لا، في كثير من الفنانين يعني بعرف يعني انا نزلوا يتصوروا طبعا يعني، في ناس عندهم، بس في ناس بحياتهم يعني انا بعرفهم كلهم شخصيا بحياتهم يعني ما حكوا له جملتين سياسه وما بيعرفوا بهالشيء اطلاقا يعني. اوكي؟ لا، بس في ناس نزلوا يتصوروا، في ناس عندهم مشاريع سياسيه، في ناس عندهم انتماء بين هلالين، معلش خليني اسالك، في ناس يساريين انا بعرفهم وعندهم مشروع الجماعه بعرفهم. اوكي، ومناقش انا وياهم بمشروع سياسي معي بين هلالين. استاذ زياد، لان حضرتك منتج يعني وكان كمان في تعاطي كبير مع الفنانين، اليوم تعتبر انه الفنان لازم يكون عم يعطي راي سياسي او لازم يكون كل مواطن له حق؟ لا، ما فينا نقول كل مواطن له حق يعطي رايه السياسي اكيد، ولكن مش نازلين نحن نخرب الدنيا ونحن مش فاهمين اللعبه. نعم. اوكي، ومش نستعمل او البعض يستعملنا، لانه المثل طويل بدي اعطيه هلا يعني، المثل طويل عن سيده راحت عن شخصيه سياسيه طلبت منه خدمه، قال لها امبارح شفتك انت وبنتك يعني بالحراك، ليش ما بتروحي؟ قال شو بدي اعمل لك يا عمي؟ انه بنتي نزلتني قالت لي فنانين كلهم وكذا وبتتصور معهم ومبسوطه والشبيبه وهشام وكذا، قال لها طيب خلي هشام يعمل لك اياها الخدمه، دقي له.
وخدمة انتبهي يعني خدمة شخصية، مش انه لا من الدولة ولا من مؤسس الدولة ولا واسطة ولا تركيبة. لكن هيدا تفصيل استاذ زياد، بس انا عندي مطلبية كتير كبيرة. طبعا 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 انا مش يعني ما بدي اروح مكان اخر، ما انا قلت لك بالاساس الناس مع حق بكل المطالب المعيشية والوضع الاقتصادي اللي وصل لحدود غير مقبولة، ولا تباطؤ الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية ومكافحة الفساد. في موضوع الإصلاحات الجذرية، كيف رأيت ورقة الإصلاحات يلي صدرت بالأيام الأولى يلي ضمنت يمكن إجراءات غير مسبوقة أو نوعية، منا قصد رواتب الوزراء ومنا عدم الضرائب؟ بالنسبة لي أكثر من ممتازة، بس بالنتيجة العبرة بالتطبيق، انه مفروض هيدا الشيء يبلش. يعني انا الرئيس الحريري لو حتى رجع، لو برجع استقال من بعده، بس انا مطرح الرئيس الحريري شو كان لازم يعمل، اعلن هذه الورقة وبيعمل مجلس وزراء مفتوح منعقد بشكل كامل. بس كان في استحالة وسط الضغط الشارع، ما في استحالة ابدا، مثل ما اجتمعوا بيقدروا يضلوا مجتمعين، شو هالمشكلة؟ يقعدوا بالسراي او يقعدوا بالقصر ويناموا هنيك، بضلوا مجتمعين وبيصدر موقف او اثنين بنهار عن مجلس الوزراء، وبيفرجوا شو عم يشتغلوا واللجان عم تشتغل وماشيين بالورقة اللي اطلق الرئيس الحريري، وعم بيفرجوا الناس انه نحن بدأنا بالخطوات التنفيذية لهذا المشروع. راح غيب عن الوعي، غيب عن السمع اسبوع 8 ايام ورجع طلع اعلن استقالة، يمكن اكثر من 8 ايام. الرئيس الحريري ومصادره من الناس غيب عن السمع، كان عم بحاول يجري تعديل حكومي، كان عم بحاول يجري تعديل حكومي رفض. انا بتابع النشاط الاعلاني والسياسي لحظه بلحظه، ما كنت اعرف شو عم يعمل. طب كيف هذا المواطن بالشارع بده يعرف؟ لانه مش هيطلع يقول انه انا عم حاول مع القوى السياسيه عم تعديل هون عم يرفضوا. ما عم تقولوا في ثوره بالبلد؟ بدك تخاطب الناس كيف في ثوره؟ لكن استاذ زياد مجرد ما استقال يعني الحلول اللي طرحها ما تم التوافق عليها. ما طرح ولا حل، شو اي حلول؟ تعديل الحكومه. مين قال هالكلمه هيدي؟ طرح تعديل حكومه وتوافق عليه. مين قال هالكلام؟ يعني هذه المعلومه في اكد لك معلومه، بس هذه المعلومه هيدي الخبريه انه طرح انه تعديل ويكون جبران بسيل خارج الحكومه، وليس فقط جبران بسيل، مجموعه من الوزراء اعتبروا مستفزين بالنسبه طيب. للحراك طيب في لك شغله، محمد شقير وعلي حسن خليل وزير اشتراكي، في لك شغله، لم يطرح الرئيس الحريري ولا لحظه على رئيس الجمهوريه ان يكون جبران بسيل خارج التركيبه الحكوميه. هاي معلومة خلي يطلع هاي المعلومة بتناقض كل المعلومات طبعًا اللي وردت بالصحف. طبعا لم يطرح هذا الأمر بشكل بهذا الشكل اللي عم يحكوا عنه، لم يطرح ولا لحظة. فإذا كيف طرح؟ طرح إنه تغيير حكومة أو تعديل حكومة، هذا كان الكلام بشكل عام. لم يطرح هذا الأمر إنه تعا بدنا نشيل فلان وفلان وجوبه بالرفض إطلاقا، هذا الكلام مش مزبوط. نعم طيب اليوم تعديل اقله عن رئيس الجمهوريه، قالوا عنده بالبيت، قالوا لاصحابه، قالوا لغير شباب، ما لنا علاقه، عم بحكي عن رئيس الجمهوريه، هذا الامر لم يحصل. نعم اليوم قدامنا في ثلاث معضلات هيك بالمدى المنظور. بعدين ليش هيدي المشكله؟ ما عم بقولوا مكافحه الفساد ومحاسبه الفاسدين، وين انه؟ صحيح وين انه؟ يعني اذا بقى نحكي هيك وين انه؟ هل مستعد الكل يرفع الغطاء عن الجميع وعن كل جماعته؟ نعم شفنا ما حصل امس مع الرئيس غادة عون، شو بتعتقدي هيدا؟ حتى لو القرار مزبوط او بدي اعتبر اخطات هي، هيدا ما اثار شكوك عند الشارع والناس انه هيدي المره القاضيه صار في توقيفها او كف يدها عن الملفات لانه بدهم يغطوا ناس معينين. انا ما بعرف خلفيات العقوبه المسلكيه، ولكن هي بحد ذاتها قالت انا شلت هذا الملف من جروري في ملفات ثانيه، في ملفات ثانيه ليه ما شلتيها؟ ليه شلتي هالملف بس؟ في تصفيه حسابات بدي سياسيه. بدي اعتبر عملت انتقائيه واخطات، اوكي؟ شو كان لازم يصير؟ كان لازم يقولوا لا هذا الملف منضبه وغلطتي؟ لا نشيل بس هالملف ومنخلي كل الملفات. طبعا المفروض على مدعي عام التمييز بدل ما ياخذ هذا الاجراء بحقه يقول لها تفضلي حولي لي غير ملفات بدي افتحهم كلهم. نعم. مش بيقول لها لا ضبي هذا الملف، لا بيفتحوا الباقي. نعم. اذا هي بدي اعتبر سلمنا جنر انه مزبوط. هيدا الامور ما بتمشي هيك، يعني بعد ما عم نستمر عم نضحك على الناس.
نعم استاذ زياد، اليوم في هيدا الفراغ، في حكومه عم تصرف اعمال ولكن في فراغ. قدمنا ثلاث معضلات بالمدى المنظور. اول شيء تسمي التكليف، ويمكن يكون اصعب من تاليف هالمره، لانه مجرد التريث بيعني انه بعد ما في توافق على الاسم. التكليف التكليف الشخصيه، وبعدين التاليف، وبعدين في عنا البيان الوزاري اللي هو باللبنان تعرف قد ايه كمان تستغرق البيانات الوزاري وتشكيل الحكومه. انا بقول شغله سهله جدا، شو بتتوقع على وين رايحين؟ اول شيء ما يتعلق ب يعني لازم نرد، لانه بنسمع ناس بالشارع ما بدنا نستعمل العبارات يعني شو اسمه، بس انه ناس غير ملمين لا بالعمل السياسي ولا بالدستور ولا بطريقه كيف بتتم الامور بالبلد، انه ليش الرئيس ما عين بعد الاستشارات النيابيه وبيطلع واحد عبقري مفروض هيدا من لكن اوضح الرئيس لانه عم يعطي فرصه للكتل لتكون عم تقدر كمان من قاده الراي قال بيطلع بيقول انه اذا ما في حكومه ب 48 ساعه ومقبوله من الكل نحن راجعين نخرب الدنيا ونسكر الطرقات. يا حبيبي اول شيء ولا مره صار استشارات نيابيه الا ما كان اسم الرئيس المكلف معروف قبل. سموا لي مره اسم الرئيس المكلف يكون معروف قبل. بتفوتي على استشارات نيابيه وبتصطدمي بمشكله في اسمين مطروحين، في اسمين مطروحين ويمكن الارقام المتقاربه، وتعملي ازمه بالبلد من جديد وتعطيل من جديد. انه الرئيس مفروض يعرف توجه الكتل النيابيه وين رايح حتى ما نصطدم بهذه المشكله. هي اول شغله، لانه ولا مره بتصير استشارات قبل ما يكون معروف اسم الرئيس. تقريبا 90% معروف من هو. اوكي، اذا هيدا الامر مفروض يعرفه الرئيس قبل ما يوصل البلد لازمه جديده. اكيد طبعا. واحد، اثنين، مش مفروض بظل هيدي الازمه الرئيس اللي ممكن يكون في اكثريه رح تختاره، مش مفروض انه ينعرف الورقه. هلا ما معنى مهله نحن انه كانوا متفقين على كل شيء، في تسويه رئاسيه بين صحيح. بين الرئيس عون والرئيس الحريري. قد ايه بقت الحكومه تتشكلت؟ 6 اشهر. اكثر من 6 اشهر. طيب اذا متفقين وهيك طيب مش مفروض تتخوف من الفراغ يعني اليوم؟ ما بيجوز نوصل لمطرح ونقعد شهر واثنين وثلاثه واربعه تتشكل حكومه. يعني اليوم الوضع ما بيحكي. اذا يا دوله الرئيس المتوقع انه تجي، انت جاي هيدي الكتل النيابيه مستعده تصوت لك، اوكي، ولكن ضمن اي ورقه؟ ما في خطوط عريضه بده يصير في اتفاق عليها. يعني من هيك عملية اتفاق هذا لازم تتم قبل ويصير التشكيل جدا سريع. نعم، ما تم صرنا قد ايه الوقت؟ البيان الوزاري منه مشكلة. أنا بالنسبة لي البيان الوزاري الورقة اللي قدمها الرئيس الحريري وما يتعلق بالمقاومة البند ذاته بتشيله من هذاك البيان بتحطه بالبيان وانتهى الموضوع. نعم، سؤال أخير قبل ما أختم هذا اللقاء معك. حضرتك طرحت يوم يعني حل اعتبرته أنه شكله حكومي من أكثرية سياسية، خلي الأكثرية تحكم والأقلية تعارض. بكرة في كلام للأمين العام لحزب الله، هل تتخوف أنه يكون في شارع مقابل شارع لأنه التظاهرات يبدو أنها مستمرة؟ لا، بظل هيدا الوضع مثل بالشكل اللي شايفينه نحن هيدي المظاهرات، مهم الطرقات تضل مفتوحه، ما في خطر. يعني حق الناس يتظاهروا ويعبروا ويقولوا والله عجبنا وما عجبنا ويواكبوا هالاصلاحات. يعني حسره بالتشكيل الحكومي انا بعتقد ما في مشكله، انما اذا عدنا لتسكير طرقات والامور اخذت منحى اخر ممكن يصير في تخوف من البعض من اجندات خارجيه. نعم. وانا ما عم بتهم حدا، وانا يعني مش حتى القوات اللبنانيه، انا لا اعتقد انه القوات اللبنانيه اللي، لانه في اتهام مين؟ القوات اللبنانيه كحزب كبير، يعني مش عم نحكي بالفراطه الصغار، عم نحكي لانه حزب كبير مسيحي موجود، في البعض انه عنده اجنده خارجيه لضرب سلاح المقاومه، انا لا اعتقد. انا بعتقد انه القوات اللبنانيه عندهم حسابات سياسيه، عندهم خلاف كبير مع التيار الوطني الحر، جزء بيتحملوا مسؤوليته هني وجزء كبير بيتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر. نعم. خلينا نعترف لانه كان في اتفاق بيناتهم. بعتقد صار في خلل من الميلتين، وممكن اللي انا دفعت عنه يمكن حتى البعض بيعتبر جبران باسيل، يمكن الوزير باسيل اخطا بمكان ما بهذا الاتفاق، انه كان لازم يعطي القوات اللبنانيه جزء من اللي اتفقوا عليه. انما هل هناك اجندات تستهدف
من الداخل تستهدف سلاح حزب الله أو المقاومة أو كذا، أنا لا أعتقد أنه هذا موجود إطلاقا أبدا ولا عند فريق سياسي. هل هناك حسابات خارجية تريد استغلال هذا الواقع لضرب حزب الله؟ إيه، بس ما بعتقد عندها الإمكانية تستغل حدا بالداخل اللبناني، بل تستغلهم صغار أضعف من أنه يأثروا على هذا الموضوع. نعم، أنا بدي أشكر حضورك معنا وبدي أشكر هذه المقاربة الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ زياد شويري. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا، زميلي توني منصور سيكون مع ضيوف جدد في هذه القراءة والتغطية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.